طيب نروح لشأن ثالث وهو متعلق بالسوبر الإفريقي. طيب السوبر الإفريقي ما بين الأهلي والزمالك، واحنا بنتكلم على الأهلي والزمالك خلاص يوم 27/9 في الرياض. لازم نتابع ولازم نشوف في الخبر اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في اليومين اللي فاتوا، هل في مستجدات، هل في جديد؟ النهارده جاي ومعايا معلومتين مهمين جدا. اول معلومه متعلقه بالملعب، الناس بتتكلم علينا المباراه في الرياض، وتم الاعلان رسمي خلاص في الشراكه اللي تم الاعلان عنها من قبل الاتحاد الافريقي وهيئه الترفيه في السعوديه ان المباراه هتكون في الرياض، بس فين في الرياض؟ برضو بسال، عايز اعرف، ننفرد بخبر جديد بمعلومه جديده. احنا عندنا في كينج ارينا في الرياض، في الاول بارك في ارينا في الرياض، في كذا ملعب، في ملاعب بمساحه صغيره وفي ملاعب بمساحات كبيره. فايه الاختيار؟ الملعب فين؟ هيكون ايه؟ الاسبوع اللي جاي، وده خبر جديد لحضراتكم، الاسبوع اللي جاي في زياره من وفد رسمي للاتحاد الافريقي هيزور الرياض عشان يتم تحديد الملعب المستضيف لمباراه القمه الافريقيه العربيه الكبرى ما بين الاهلي والزمالك. الاسبوع اللي جاي في زياره من وفد رفيع المستوى من الاتحاد الافريقي بيشمل العديد من الادارات التنفيذيه لزياره عده ملاعب في مدينه الرياض لاختيار احدهم لاستضافه اللقاء المرتقب بين الاهلي والزمالك. اذا الاسبوع المقبل هيكون في زياره رسميه لتحديد الملعب. اول ما يتم تحديد الملعب هننفرد لحضراتكم بالملعب المستضيف للقاء وكمان توقيت المباراه اللي غالبا حسب ما وصل لي برضه هيكون يا اما الساعه 8 الساعه 9 بتوقيت القاهره لاستضافه هذا اللقاء الكبير. طبعا هيكون في حضور رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الاسيوي، حضور كبار الشخصيات يعني سفراء الكره العربيه والافريقيه والاسيويه هيكونوا حاضرين هذا اللقاء. في فعاليات هيبقى فيها مفاجات الفتره اللي جايه. طيب الجماهير، انا امبارح اتكلمت وقلت لحضراتكم معلومه هامه جدا بشان الحضور الجماهيري، وقلت لكم مفيش حاجه اسمها نسبه 90% و10% وفكره الحضور الجماهيري اصل انا بطل دوري الابطال، قلت لكم لائحه كاس السوبر ما فيهاش الكلام ده. نسب الحضور الجماهيري بتتحدد بس في فكره دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه لما بيكون في مباراه على ارضي، ولكن في السوبر الافريقي ما فيش نسبه واضحه للجماهير. ومعلوماتي ان هيكون توزيع التذاكر بالتساوي ما بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك من خلال الشركات المسؤوله عن حجز التذاكر في المملكه العربيه السعوديه. ولكن لو في جماهير عايزه تسافر تحضر المباراه، جماهير عايزه تسافر من مصر، جماهير عايزه تسافر من قطر، من الامارات، من المانيا، من سويسرا، من الولايات المتحده الامريكيه، هل هيكون في تسهيلات؟ هل التذكره هتكون بمثابه التاشيره اللي تسمح للجماهير ان هي تسافر تحضر الماتش في الرياض؟ حاليا الاتحاد الافريقي بيعكف على الاتصال مع الجانب السعودي بحيث ان يكون في ترتيبات خاصه بشان تسهيل سفر الجماهير، تسهيلات لسفر الجماهير من كل ارجاء العالم الى الرياض عشان تشجيع الفريق، يعني طبعا سواء جماهير الاهلي او جماهير الزمالك، احنا بنتكلم على الاهلي تحديدا، فهيبقى في تسهيلات ان شاء الله عشان جمهور الاهلي يحضر هذا اللقاء، هل من خلال بقى التذكره، فكره الفان اي دي لما بيكون في بطولات كبرى بتحجز الفان اي دي فبيكون ده بمثابه التاشيره ليك لدخول المملكه العربيه السعوديه، ده اللي هيتم الاعلان عنه الفتره اللي جايه، ولكن برضو حاليا في اجتماعات وتنسيق على اعلى مستوى بحيث ان الحضور الجماهيري لو حجزت التذكره ممكن يكون في فرصه ان انت تحضر فعاليات هذا اللقاء، ممكن مع هذا اللقاء تكون في فعاليات اخرى، ده وارد جدا لان اكيد هيئه الترفيه مع الاتحاد الافريقي بيحضروا لتفاصيل كتير عشان المباراه دي تبقى تنظيميا وفنيا وجماهيريا وماليا وتسويق وتصوير وقطاع كل التفاصيل اللي ممكن تتخيلها تبقى على اعلى مستوى. ففي مفاجآت كتيره جايه، ولكن النهارده اللي قدرت كده اوصل بيه لحضراتكم حضور الجماهير هيبقى ازاي، السفر ممكن يتم ازاي، مساله التاشيرات والتسهيلات ده بيفكروا فيه عشان يكون في اليه لده، وفي نفس الوقت مساله الملعب هيتم تحديده امتى. الزياره اللي عرفتها النهارده هتكون الاسبوع اللي جاي من خلال سامسون ادام ومدير المسابقات عشان يقدروا يشوفوا الملاعب سواء كينج ارين او الاول بارك او اي ملعب ممكن موجود في الرياض عشان يستضيف هذا اللقاء الكبير. ده خبر جديد، معلومه جديده، وكل يوم هيكون حاجه جديده متعلقه بالسوبر الافريقي لغايه لما نوصل لميعاد اللقاء يوم 27/9.